صباح الخير. طلابنا مدينة حماة موعدنا إن شاء الله. ركزوا معي طلاب حماة، موعدنا يوم الأحد القادم. طلاب اللي عم يسجلوا بمكتبة يازان عم نحط لهم عم نضيفهم على جروبات. هذه الجروبات نحن من خلالهم إن شاء الله نخبركم عن المواعيد بالتفصيل، ولكن احسبوا حسابكم يوم الأحد القادم موعدنا. يعني عندنا مجال للتسجيل ثلاثة اليوم، ثلاثة أربعة خميس بمكتبة يزن أتشبي. في رقم هلا رح أحط لكم إياه على الفيديو. بتحكي مع هذا الرقم واتساب بيعطيك عنوان المكتبة بدقة. تروح على راس الحارة، في هناك مكتبتين يزن، واحدة منهم اسمها يزن الحديثة هي مالنا على فيها، في مكتبة لجوا صايرة اسمها يزن أتشبي. إن شاء الله رح نلتقي معكم أنا والأستاذ نضال أخجا أستاذ العلوم يوم الأحد إن شاء الله، نلتقي مع بعض ومنكون مع بعض. وكمان معنا الأستاذ جميع الطلاب مدينة حماس شنالكم الله يوفقكم. أستاذ محمد خلصت أنت؟ خلصت من حماس. كيف طلاب حماس؟ والله وردة من وردات الزمن. شاطرين؟ يعني بيجيبون لنا علامات هالسنة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب. إن شاء الله بنلتقي على خير. يعطيكم العافية.